الكلمة العربية، أنا لست عربية وأفتخر بهويتي الأمازيغية، من حقي أعيش، من حقي أن أعيش في وطني كمواطنة أمازيغية، لا تعربني وتتحدثني عن العنصرية، أنا مواطنة أمازيغية ولي الفخر أن أكون أمازيغية، أتحدث العربية بأكثر عربية من العربي نفسه، وأقرأ القرآن أكثر من العربي الذي يدعي العروبة، وأحترم كل من يعيش معي، ولكن يجب أن يكون الشعور متبادل، إذ لم تحترمني لم تحترمني كهويتي لا يمكن أن أقبل بك. وهذا لم يعد هناك. أريد أن أذكرك بكلمة شهيرة لمالك بن نبي بالنسبة للجزائر، قال كلنا بربر عربنا الإسلام. لا فرق بين، وأنا لم أعرب، لست مستعربة، أنا أمازيغية إلى يومي هذا. العروبة ليست عنصرية، عنصرية بالكامل هي ثقافة، كما أنت تتكلمين بالثقافة العربية. يمكن أن أتحدث بالعربية، يمكن أن أتحدث بالعربية، ولكن لا يمكن أن تقول لي أنني عربي. ليست عرقية ولا عنصرية. هذا ما أريد أن أقول لك. لغة القرآن، لا تتحدثين عن لغة القرآن. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ومن آياته، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. لماذا تتحدثون عن الجزء وتتركون الآخر؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا آية، نحن نختلف عن العرب، نحن لدينا لسان خلقه الله لنا، كما خلق لكم العربي خلق لنا لسان أمازيغي، وأنا أفتخر بأمازيغيتي. لم أقبل يوما أن أكون عربية، كما لن يقبل العربي أن يكون أمازيغي. ما الذي يمنع أن تدرج اللغة الأمازيغية؟ هذا السؤال وجهه للعرب الذين يتحدثون عن اللغة العربية لغة الأهل الجنة. لماذا التوقف حول هذه العنصرية العربية؟ هذه العنصرية العربية هذه العنصرية العربية. هل تعتقدين أن كل سكان ليبيا هون أصلهم عرب من الجزيرة العربية؟ لا إطلاقا، هذه الكارثة الحقيقية. ما هذه هي الكارثة الحقيقية. في عنصرية أمازيغية كمان بهالحالة، يعني ممكن أن تقلب. لماذا يرفض سؤال كنت أتوجهه؟ لماذا يرفض العرب؟ لا أنا أتحدث للعرب الذين يرفضون الآن حاليا في الدستور، هناك مشكلة على هذه النقطة. لماذا يرفض العرب الليبيين وضع اللغة الأمازيغية في الدستور؟ يجب أن توضع. لماذا لا يجب أن توضع؟ أقلية، يدعون أننا أقلية، وتناسوا الذين استعربوا.